مستمرين معكم نوفمبر 2019 بيبر 4 فارينت 1 والسؤال السادس A. بيقول لي ايه يا جماعه السؤال السادس ايه؟ تعالوا بينا واحده واحده كده. بيقول لي فيجر 6.1 shows a shower that takes in cold water. ده يا جماعه دش بياخد cold water يسخنها. The water passes through an electric heater. ماشي، السخان بيسخن ميه. And emerges from the shower head at a higher temperature. ويطلع من هنا يعني يا جماعه من الاخر يا جماعه ميه سخنه، ميه ساقعه بتخش بتطلع ميه سخنه. The power اقرا دي the power of the heater is 9000 watts. The shower is powered by 230 volt electricity supply. Calculate the current. حبايب قلبي، احنا اتفقنا قبل كده ان انت عشان تعرف تحل السؤال زي ده فانت لازم تكون حافظ ال 16 رول بتوعنا. خلاص شفنا الشاشة دي ما فيه الكفاية يا جماعة، ال 16 رول دول يتحفظوا حفظ أرجوك عشان هم دول اللي هيساعدوك في الحل. خلاص طيب، بيقول لي calculate the current in the heater when it is switched on. يا جماعة هتلاقي في رول عندي اسم P equals IV. ارجع 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 اهي من ضمن ال 16 رول يا جماعة، P equals IV. طبعا ال 16 رول يا جماعة كلهم ماشي P equals IV. خلاص طيب، يبقى P equals IV، يبقى ده معناه ان I ما الكرنت I equals P over V. يديني يا حبايبي 9000، ده الباور على 230، يبقى الكرنت بتاعي ب 39 امبير. طيب بيقولي suggest a suitable rating for the fuse in the heater circuit. يا جماعة الهيتر ده عايز 39 أمبير، ممكن تقولي لو سمحت أحط له فيوز قد إيه؟ بصوا حبايبي، إحنا بنختار الفيوز ريتنج بنختاره كالآتي: close و just above. close و just إيه؟ above، يعني قريب ويأدب إيه؟ أعلى سن. أنا بقول يا جماعة إيه رأيكم في فيوز 40 أمبير؟ واظن ماركس كيم هيوافق على ارقام اكتر من كده، بس 39 امبير حط له فيوز ايه؟ 40 امبير. 40 امبير or any greater integer value in amp. ايه اللي هي امبير؟ up to بس ما تقوليش اكتر من 60 يا جماعه، يعني الراجل حتى 60 اصلا كتير يا جماعه، كتير جدا. تمام، دي اجابه هذا السؤال فيما يخص الالكتريك كرنت والهوم انستاليشن.